اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. السوق خميس تيم حديث الاخوان بتاريخ 20/4/2023. خيرات مولانا الحمد لله، خير موجود تبارك الله، اللهم يسر الاخوان. الافتتاح بعد صناعة غليظة تبارك الله، 53 الاخوان باش تبع تالي 2150 درهم. ١٥٠ درهم، اللهم يسر. بالنسبة للحلية غير الإخوان يقليل شوية في السوق، مكثيرش بزاف. أنا القطاعات اللي كاين غادي نصورهم لكم، ولكن بالنسبة للخروف الصغير تبارك الله موجود. بالنسبة للخروف الرقيق موجود تبارك الله. شحال خاف عبد الرحيم مستصل؟ سمعنا 35. 35 1750 درهم. شحال قلتي له بو عبد الرحيم شحال؟ خويا خويا نقول له 43. 43 2150 درهم، الله يسخر. شحال شحال قلتي خلي عطاهم هنا؟ ها؟ شحال قلتي؟ 52 ونص. 52 و 500 2625 درهم. اسنا الحليب ولا كاين مطلعه الثنيه؟ هو ما قل... ما كان قلبهم ما قديتش عليهم. قلب ما عندك شي عادي قلبهم. اش قلتي لهم البيع؟ قطعتهم 56. 56 2080. اش زي اسنا الحليب؟ هذاك اللي كبير. هذا ثني. كبيرة. اسنا الحليب. غير تنيسنا الحليب هنا 2625 درهم. اشنو الرئيس؟ شنو بخير؟ لاحظ هيك لاباس. الله يخطيك، الله ينورك ويطول عمرك. الامور لاباس، الله ينورك. الحمد لله، الله يسخر يا رب. كي داير السوق؟ اليوم شويه فيه شويه الروح، فيها شويه الضوء. والله عادي. ايوا الحمد لله. كان بعدا بالشتا. ايوا الحمد لله. مبروك هذا الروات. الله يبارك فيك. روات فيها القريه. الروات تبارك الله. تبارك الله. والله لا روات. ايوا الحمد لله. روات. الحمد لله. شاده من تقريبا من الوحده ما قطعتش حتى من الوحده. تبارك الله. الله يسخر. يا رب. هذو فاش بقى؟ 17 اللي عطاهم. 17 850 درهم. الله يسخر. يا رب. شحال قلتي لي البيع؟ كنقولوا شنو هنا شنو معطاه؟ يجيب لي 1000 درهم باش قطع. الله يسلمك، والله جبتي صافا جمال. لاحظي السوق الخميس سي محمد يسال الاخوان بتاريخ 20/4/2023. شحال اخالي وي؟ 23% قل 100 تبارك الله. 1145 درهم. 1145 درهم. خير موجود تبارك الله، الله يسلمك. شحال اخو عبد العلي؟ 23 تبعت. 1150 درهم باش تبعت. 1150 درهم. 1150 درهم. خروف هذا الاخوان زين تبارك الله، اللهم يسلمك. خروف الرقيق موجود تبارك الله كثير. هذه الصباح كانت 27. شحال اخاليوي؟ 27. شحال قلتوا لها البيع؟ شحال تقول البيع؟ شحال البيع؟
29 وبيع هاد الناس هذه فين شارين هاد الناس ولا ما شاريش ياك كاين الراس تبارك الله 27350 درهم 1350 درهم تبارك الله خروج بالديزين اللهم بارك شحال خالي وين شحال؟ 24 العشية غتشوف راسك إن شاء الله يلا تهلا براسك الله يستر عليكم ودي اللهم آمين 1200 درهم آمين الله يرحمنا في الشتيوة أشنو بوزير؟ الله يسخر الله يكمل بالخير كي داير السوق اليوم؟ الحمد لله الله يجيب التيسير اللهم آمين أخويا تبارك الله سلعة زينة الحمد لله هذه غير ديال هنا النيت يا زين شحال شات؟ خويا كل حاجة ثمنها هذوك 4 ونص هذه 20000 تبارك الله 1225 يمديه وهاد الثلاثة هادو بوحدهم كلها اللي مرشومة 20000 اللي مرشومة 1000 درهم 20000 20000 غير من هنا هذوك 4 ونص 1000 درهم تبارك الله دابا هادو واجدين اخويا العيد واجدين العيد والله إلا لقاو الطاه الله يجيب هذا هو الخروف ديال الدرويش ان شاء الله ديال الدرويش واجب التيسير ديال 1400 1500 درهم الله يجعل البركه ياك 5000 تبقى 4000 الله يجعل البركه الله يسخر كل شيء خير الاخبار علي كاين ان شاء الله كاين كاين الله يسخر دابا راه فرحونا راه قالوا لي كاين الحمد لله عليها الله يجيب التيسير لا لا اختك اخو زين فلاح صغير السلام عليكم سلام الله يسخر شحال الرايس هنا 43 تبارك الله 43 2150 درهم ديال هنا ديال تيم حضيت ولا اه تبارك الله شحال قلتي لها البيع نعم 46 الله يجيب التيسير يا رب الله يسخر 43 2150 درهم قطع 45 قطع 2250 عماد تحياتي الله يسخر كي داير الامور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 45 2250 درهم 2250 درهم 45 اخو عماد شحال قلتي لها البيع 50 2500 درهم احول يا بلدي احول يا مزيح مزيح يجيب الله الله يسخر واجب تيسير ابو عماد الله يحفظك الله يسخر فاش بقاو هادو عماد؟ ها؟ فاش بقاو؟ 62 تبارك 63 3150 درهم تبارك الله حوالا ديال لانوكا اخوان هذا تبارك الله بقاو من هنا للعيد اللهم بارك كون حولي اصيل خمسة وستين اللي سمعتو قال دابا 65 اللي واصلين دابا 3250 درهم ياك عطينو في 71 3500 درهم في 1 الله يسلمك